مجدنا الفيحاء في أمريكا. أهلا وسهلا بكم وشرفتونا بهذه الحلقة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. خلونا نبدأ بالفنان رائد عادل اللي جانا من استراليا، ضيف عزيز وغالي علينا. خلينا رائد نحكي شوية عن الفنانين وأيضا المبدعين اللي متواجدين باستراليا، وأيضا جاليتنا الحبيبة هناك. أكيد تحياتنا لكل الجاليات الموجودة في أي مكان بالعالم. خلينا نحكي عن الجالية. نعم طبعا، أيضا جاليتنا كبيرة هناك لا شك، لكن أقل من جاليتكم في أمريكا. الجالية العراقية موجودة بكل أنحاء العالم، وإحنا عندنا ايضا ملحنين وعندنا شعراء متميزين في استراليا كبار. عندنا تعامل، عندنا دائما معهم نشاطات نعمل، وفي سبيل انه نوصل صوتنا من خلال هالاعمال الى العراق والى بلدنا العزيز. وان شاء الله يا رب تسمعون عن قريب. اشتغلنا قبل فتره اوبريت للعراق، وان شاء الله عن قريب تسمعون ايضا اعمال جديده. اكيد رائد، نحن دائما نتواصل ويا الجالية العراقية وين ما كانت، واكيد نحب انه نتواصل ويا فنانينا ومبدعينا باستراليا، وهاي فرصة سعيدة انه تكون ضيف هنا في برنامجنا. لكن خليني شوية اسأل نسيم. نسيم الفنان المبدع الجميل، دائما الصوت المتميز وعنده حضور هنا بالجالية. نسيم، دائما الغربة تأثر على الفنان شوية، تخليه بحزن وألم، ودائما تكون أغاني دائما هي تخلي الجالية العراقية وتخلي المواطن اللي موجود هنا من العراقيين دائما يحن للعراق، دائما يكون ويا العراق. دائما نشوفكم بالحفلات متميزين، وانتم تنقلون صورة جميلة عن العراق لجاليتنا الحبيبة. أشكرك على الكلام الحلو. أكيد طبعا الغربة هي تأثر على المطرب، بس مرات تأثر عليه بشكل إيجابي، إنه الحزن يطلع بالغناء، يكون يتميز به المطرب أكثر شيء. طبعا أكيد نتمنى هاي القاعدة اليوم إنه تكون بالعراق، ونرجع لأهلنا والدارنا، بس الظروف أكيد تمنعنا حاليا، بس إن شاء الله يعني راح نكون هنا أكثر وأكثر، راح نقدم ونوصل أصواتنا وأعمالنا للعراق. واشكر قناه الفيحاء على هذا اليوم الحلو ان شاء الله. وهاليوم نسمعكم ايضا، نسمع اغانيكم المتميزه اللي راح نهديها لكل مشاهدينا، مشاهدي قناه الفيحاء بمناسبه العيد، وايضا مناسبه عيد برنامجنا الفيحاء في امريكا. لكن عادل دائما مشاكس جدا، دائما جمهورك يزعلون منك هوايه، دائما تغني الاغاني اللي تبكيهم، دائما اشوف دموع بالجالية العراقية وانت تغني للوطن، للغربة، للأم، حنين، اشتياق، صوت عذب جدا انت عادل، وايضا متميز بكل اغانيك. لكن دائما جاليتنا الحبيبة وين ما تكون عادل الأديب يكون ألم وحزن ودموع ومواويل حزينة جدا. والله ست هيفاء، يعني اذا انا ابكي يعني ما شاء الله ما يبكون. اكيد يبكون، والكل يتذكر يعني العراق، وهم اللي اساسا هم اللي يطلبون هاي المواويل والاغاني الحزينه بصراحه. يعني ايش ما يحاول الفنان، يعني زملائي هم يمكن يكونون يعرفون هاي الشيء، ايش ما يحاول الفنان انه يعني يغير اتجاه الغناء، انه يصير شويه يعني مرح او فد شيء، يرجعون يطلبون ها اغنيه على العراق، ها موال على العراق، وهكذا يعني دائما. يعني حتى مناسبات الفرح دائما عادل نشوف انه دائما حزن، دائما الم، دائما استيفاء يعني تيجي. بالعكس انا يعني دائما الجاليه، لا انا احكي على الفنان، انا احكي عادل، انا احكي على الفنان المغترب، دائما العراق بقلبه، دائما ينقل محبة العراق وينقل شجون العراق الى هنا الى الغربة. يعني انا اشوف انه الفنان المتواجد هنا أمريكا عنده رسالة يمكن أقوى من السياسي، عنده رسالة هواية كبيرة وكثيرة، لأن الفنان رسالته أقوى، عنده جمهور، عنده محبين، عنده معجبين. فدائما الرسالة اللي أشوفها منكم أنتم بأغانيكم هي عودة تشجعون عودة العراقيين إلى الأرض وإلى البلد، فهذا شيء جميل ومتميز. وأكيد أنا سعيدة أنه عندكم هيك روح وطنية في كل مناسباتنا واحتفالياتنا الجميلة في أمريكا. أكيد بلدي وإن جارت علي عزيزة دائما أذكرهاني. يعني بصراحة ما حد يعني يقدر ينسى بلده، وهاي الرسالة يعني مو بس أنا أوصلها، كل الفنانين الموجودين بالغربة إذا كان بأمريكا أو خارج أمريكا. وإن شاء الله يا رب نقدر إيش ما نقدر نخلي العراق بعده موجود ويانا، بعده بروحنا بقلبنا، دائما ما ننسى العراق وما ننسى انه نذكرهم ببلدهم. دائما البشر محتاج انه احد يذكره ليرتاح نفسيا، يعني هاي الاشياء.
ان شاء الله. واكيد يعني اشكركم لان انتم دائما تتواصلون ويا الجاليه العراقيه بكل الاشياء المتميزه، واكيد حفلاتك متميزه عادل، لكن انا كنت اقصد انه الجانب الوطني العراقي عند المطرب العراقي. كريم الصوت الريفي المتميز، هذا الصوت اللي اكيد بشجن وترجعنا للاغاني الريفيه المتميزه. كريم اختصيت بهذا اللون الريفي المتميز، واكيد قليل من الفنانين العراقيين اللي يغنون هذا اللون. وايضا اشاهدك دائما تعزف على الربابة، وهنا الجاليه العراقيه هواي تتعاطف ويا الحفلات لان تحب تسمع الاغاني الريفيه، وانت متميز بهذا اللون. اللون الريفي هو أساس الطرب. اللون الريفي كل المطربين اللي يغنون ماخذين مشتقاته من اللون الريفي. المطربين هسه الجدد كله ماخذين هذا اللون من اللون الريفي. فاللون الريفي معروف بالوطن العربي اللون الريفي العراقي، اللي هم دائما المطربين العرب يستمعون لهذا اللون الريفي. فاللون الريفي ماشي، واحنا نغني وجالي هنا العراقية تحب هذا اللون، وهذا اللون احنا نغني ونفرحهم به والاغاني القديمة، وان شاء الله احنا ماشيين. واكيد اكيد طيب. كثير من الجالية العراقية المتواجدة هنا تطلب الاغاني الريفية، الاغاني دائما دائما كريم البياتي احنا نريد الاغاني الريفي، يعني ما شاء الله شبابنا المطربين مطربين الشباب واحنا وياهم نستمع لهم دائما. انا احب لكن حلو هنا بالجالية كريم اشوف كل مطرب مختص بلون معين، يعني كل مطرب له هويته هنا، يعني من احب اسمع ريفي اروح كريم البياتي واسمع ريفي، من احب اسمع لون معين، فالمطربين كل واحد مختص بلون متميز وجميل جدا. لكن خليني انتقل الى باسم، باسم الجميل والمتميز وايضا فنان شمولي. شكرا جزيلا. بالبدايه اقول مره ثانيه أشكر برنامج الفيحاء في أمريكا لإيصال صوتنا، صوتي أني وكل الفنانين المتألقين اللي موجودين ويانا باللقاء هذا إلى أحبابنا وأخواننا وأهلنا بالعراق، اللي إذا يوم من الأيام يجوز فقدنا عزيز لكنه ما ننسى، لأن كل شبر بالعراق يذكرنا في ذكرى معينة في موقف معين. ونتمنى أنه يجي اليوم أنه ننجمع هالجمعة الحلوة بالعراق ونغني كنا ان شاء الله ان شاء الله. ونشكركم مره ثانيه، نشكر كل الكادر اللي موجود وياكم اليوم، نشكر كل كادر الفيحاء اللي موجود. لكن باسم انا احب انه ابدا هذه الحلقه وايضا هذه الحلقه المخصصه بمناسبه العيد وايضا عيد برنامجنا بفتشي من باسم حتى بعدين نسمع من المطربين المتميزين ان شاء الله. هنالو على الستيج. لا تفضل على الستيج. حضورنا الكرام مساء الخير، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في اي مكان تصل صورتنا وتصل اصواتنا. يسعدني ويشرفني ان اكون ضيف في برنامج الفيحاء في امريكا لمرور الذكرى الاولى على هذا البرنامج، وايضا لليوم الاول لعيد الفطر المبارك. كل عام وانتم بالف خير.